شادن، طاقة الاسم رقم 4، طبعه ناري. السورة القرآنية المناسبة هي سورة الرعد. أنت إنسان حاد الطبع، مسيطر، متسلط، تتمتع بجاذبية وقبول بين الناس، متشبث بآرائك ومتمسك بقراراتك، عاطفي وغيور، بارع ومتقن في عملك، حاسم باتخاذ القرارات الصعبة، ذو طموحات عالية، عصبي ومتوتر. تحمل 3 عناصر في اسمك: عنصر النار وعنصر الماء وعنصر التراب. تتحمل عدة مسؤوليات صعبة وتواجه بعض الظروف القاسية. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل بالعمل والزواج، وتتعرض للعديد من الخلافات والمشاكل والانتقادات من أقرب الناس إليك، وتواجه عدة مشاكل تمنع استقرارك العاطفي، وقد تتعرض أحياناً للاستغلال من أقرب الناس إليك، وقد تعترضك نكسة صحية أو عاطفية تسبب لك الكثير من المتاعب. تملك حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيش حياة كريمة وسعيدة. والله أعلم، والله الموفق.